نادي الزمالك، بحب نادي الزمالك سواء سبورت انا جيت على نفسي شويه ما فيش مشكله. احمد شاطر جدا في المفاوضات الحمد لله الموضوع خلص وخلاص، يا بس وقت المباراه بتاعتنا بس النهائي يعني حاجات بسيطه خلاص. وكنت كابتن عبد الواحد عن اكثر من 50% من المستوى، مش عايز اقول النسب كام بس الحمد لله وصلنا المبلغ احنا هما مع بعض ما كويس. هل من ممكن ان اعود كابتن عبد الواحد لنادي الزمالك تاني؟ خلاص موجود ان شاء الله، كده قريب موجود ان شاء الله. تشتغل ان شاء الله يا كابتن في النادي في عمل اداري معين؟ لا دي بقى ممكن تسال احمد فيها. هتعمل عضويه في النادي ولا هو ده شرط من الاتفاق؟ العضويه موجوده واتعمل الحمد لله. بقول لك كابتن بعيدا عن اسئله المستحقات، تعليقك ايه على صفقه الفريق وانت فاكر؟ طبعا هقول لك حاجه، انا الفرحان فيه في الموضوع ده كله جمهور نادي الزمالك صراحه، يعني انت مثال واحد، انا واحد من الناس كان يمكن من اسباب بدايه التفاوض هو جمهور نادي الزمالك بعد الماتش ده. شفت رد فعل الناس قاعده من الساعه 11 الصبح، في ناس قاعده من الساعه 9 واللي واخد بياضه بيذاكروا واللي بيقرا قران في الملعب، خلى الواحد ده لازم يتحرك شويه مع الناس دي مع الجمهور ده. يمكن دي الحسنه الوحيده اللي احنا استفدناها في المباراه النهائيه، لكن ان شاء الله ممكن في الفتره اللي جايه ولا الماتشات اللي جايه مع الجيل ده ان شاء الله في بطولات ان شاء الله. طيب تعليقك ايه برضه على الصفقات؟ وانت شفت في لعيبه شاركت امبارح؟ لا انا مش عايز اتكلم في راس مرمى الزمالك. كابتن راس مرمى الزمالك اتفضل. راس مرمى الزمالك بخير، بس انا كان نفسي كمان يبقى ابو جبل موجود صراحه، يعني انا لو كنت موجود في الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك كان ابو جبل ما يمشيش، كان لازم يبقى ده احمد كان لازم ياخد دور القصه دي، ان انت يبقى عندك ثلاث حراس مرمى مميزين، ده كانت ميزه كبيره جدا لنادي الزمالك. طبعا اللي موجودين دلوقتي الشناوي او جنش الصراحه يعني مستوى جنش هايل جدا، الشناوي كان مر بازمه واكيد هيرجع لمستواه تاني، ده شيء طبيعي في الكوره يعني، ممكن المستوى ينزل شويه ويرجع شويه، اكيد باصراره وبعزيمته يرجع ان شاء الله.